خلونا نروح لخبر آخر. النهاردة وزارة التنمية المحلية أعلنت أن المحافظات وفرت 7 مليار و800 مليون جنيه، ده من خلال تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة خلال 5 سنين، ده في إطار تنفيذ المشروع القومي لترشيد وتطوير إنارة الشوارع بتنفذه وزارة التنمية المحلية، ده بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع. احنا دايما في موضوع الكهرباء كنا دايما بنقول ان الدولة المصرية عليها ان هي تبدأ من حيث انتهى الآخرين حول العالم، ومسألة استخدام الطاقات المختلفة في مصر لترشيد وتوفير الطاقة الحقيقة أن الدولة شغالة عليها بقالنا فترة، وطبعا تنفيذ لتكليفات الرئيس السيسي بوضع حلول غير تقليدية لتوفير الكهرباء. ويمكن الوزارة كمان استعرضت نتائج تقرير المتابعة اللي تلقته عن المشروع في المحافظات، وأشادت بنتائج اللي تحققت لغاية دلوقتي في تركيب الكشافات الموفرة للطاقة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الأرقام، عن خطط الفترة اللي جاية. معنا عبر الهاتف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم وبأهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم، وخليني أهني حضرتك وأهني كل شعب المصري بالإنجاز اللي حصل ده، لأن البروتوكول ده وقع في الفعل في 8/4/2015 كان بيننا كوزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع الإلكترونيات وزارة المالية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في شركة القابضة لكهرباء مصر، عشان يتم توريد وتركيب كشافات الإنارة في الشوارع. طب أنا حابة أسأل حضرتك يا دكتور، بعتذر على المقاطعة، الكشافات الموفرة للطاقة دي بتشتغل إزاي؟ هي كشافات صوديوم عالي الضغط يا فندم 120 واط، كان المستهدف فيها 240 ألف وحدة، وكشافات صوديوم برضو ليد 100 واط، وملحقات للإنارة عبارة عن عدادات ثلاثية بتايمر. فيها بيتركب كمان فيها يا فندم ليه الكشافات دي؟ وحاجة اسمها ولاعة، دي بتستخدم في انها مع اول ضوء للشمس تفصل الكهرباء اوتوماتيك، وبالتالي مع الغروب يتم الاناره، وبالتالي هي بتشتغل وتعمل على توفير استخدام الطاقه نتيجه لتركيب مثل هذه الكشافات على مستوى المحافظات. ده ادى الى التوفير القدر الهائل ده من المليارات اللي كانت مفروض هتتصرف، والحمد لله تم توفيرها. فأقدر أقول لحضرتك تركيب 2.5 مليون كشاف دول موفر للطاقة خلال فترة الخمس سنين مع المتابعة الدورية، لأن في تشكل لجنة متابعة دورية مننا كوزارة والشركاء الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الكهرباء في ناس متخصصين، وتم النزول على الأرض فعلا بالمحافظات لمراجعة تركيب الكشافات. طب يا دكتور ايه المحافظات فعلا اللي تم فيها تركيب الكشافات، والمحافظات اللي حضراتكم شغالين عليها الفترة اللي جاية؟ احنا مستهدفين يا فندم 27 محافظة. عايز اقول لحضرتك الحمد لله محافظة قنا ممثلة لسعيد مصر كانت الاعلى نصيب في توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة. تورد وتركب حوالي 224 الف كشاف، وده تكلفتهم حوالي 716 مليون جنيه. يليها محافظة الشرقية في بحري 196 ألف كشاف، يليها محافظة سوهاج برضو 176 ألف كشاف، يليها القاهرة 164 ألف كشاف، يليها طبعا الغربية 158 ألف كشاف. وكذلك الأمر ما اقتصرش على كده، بل بالعكس كمان رحنا للمحافظات السياحية زي الأقصر زي الغردقة زي المطروح، وتم التركيب فيها برضو كشافات. وهو المستهدف فندم ان احنا شغالين على التوازي في 27 محافظة مصرية، بحيث ان احنا ننتهي من المنظومة كاملة، بحيث ان احنا بالفعل يبقى انجزنا. طب دكتور لو تسمح لي بعتذر على المقاطعة، ايه اللي بيخلي محافظة تفرق عن محافظة تانية في اعداد الكشافات؟ يعني حضرتك ذكرت انه هنا هي الاعلى، على حسب يا فندم اولا الاحتياجات الاحتياج، وكمان بالاضافه الى ذلك عدد اعمده الاناره، بالاضافه الى ذلك لما تيجي في منطقه ما فيهاش اعمده اناره فيتم التركيب من الاول اعمده الاناره ملحق بها الكشافات بتاعتها. علشان كده بنقول انه واحنا بنستهدف كمان اجراء عمليه التنميه المتكامله في صعيد مصر، كان من ضمن الوحدات اللي احنا شغالين عليها
ملف الإنارة. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي باسم الوزارة.